مؤسسة حياة كريمة وقعت امبارح مع شركة روش للأدوية شراكة استراتيجية بتتيح الوصول إلى أفضل معايير الرعاية الصحية في المناطق والقرى الأكثر احتياجا. طبعا مؤسسة حياة كريمة بتستهدف توحيد الجهود لتوفير الدعم الطبي لخدمة المواطنين جوه القرى الأكثر احتياجا عن طريق تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. التعاون مع شركة روش هيضمن تقديم الدعم الطبي لحالات كتير زي مرضى سرطان الثدي ومرضى الضمور العضلي الشوكي، بالإضافة لتدريب الكوادر الطبية داخل القرى المدرجة بالمشروع القومي حياة كريمة.